لانه انا امام فنانه جميله وانا الحقيقه يعني بحبها على المستوى الانساني والشخصي، وهي مبدعه وكل يوم بتقدم جديد. الفنانه انوشكا اللي دايما حتى لما بتقدم الدور الراقي بتقدمه بوجهات نظر مختلفه ومتنوعه بشخصيات هي حقيقه معجون التمثيل. الفنانه الجميله انوشكا، مساء الخير. مساء النور ومساء الجمال ومساء الرقي. انت يا شفا حبيبه قلبي، بس انا ليا طلب عندك، عشان انا بحب خالد النبوي وانت ست كويسه، ادوله فلوسه يعني راعوا برضو، يعني احنا منفعلين معاكوا يعني. يديله فلوسه ما نديلوش فلوسه بقى، بس الاول لازم يتلف كده، يلف ويدور السبع دخان. ايوه بالظبط، يعني بس انت ست كويسه يا انوشكا، اديله فلوسه برضو يعني. ما هوش انا لما اخد فلوس انا الاول. بالظبط. كلميني على الدور اولا. انا يعني المسلسل ده بيرجعنا لريحه زمان، ابو العيله البشري، حتى الاغنيه حنيت للبيت ورجعت البيت. الجمله دي من اول دقيقه اما سمعتها رحت قايله حنيت للبيت. دي تمس كل واحد فينا، كل واحد فينا حقيقي. أنوشكا في المسلسل راجعين يا هوا مختلفة تماما مثلا عن أنوشكا اللي عملت مثلا جراند أوتيل، يعني أنت بتقدمي شخصية راقية بس كل شخصية ليها أبعاد مختلفة. لا، جراند أوتيل وزركش كمان. زركش طبعا. أنا كنت قلقانة إن يبقى في شبهة كده، شبه قصدي من زركش، ولكن يعني الحمد لله الحمد لله مع محمد سلامة المخرج عرفنا نهرب من الجزئية دي، لأنها برضو بتعتبر من الشخصيات اللي هي فيها لمحة كوميدية أو فيها لمحة تسلط هي أو اعتداد قوي بنفسها، بس في اختلاف، واختلافنا شريفة تختلف تماما عن شيرين بتاعت السنه اللي اكيد بيه. اكيد شيرين دي دوختنا يا كمان يعني. طيب انا عايزه اقول لك بقى، اولا المباراه، انتوا عندكم مباريات تمثيل في المسلسل ده، يعني خالد النبوي، وفاء عامر، انوشكا، يعني عندكم الحقيقه مباريات تمثيل عاليه جدا في المسلسل ده، وطبعا في هنا شيحه بقى وفي نور، فيعني نور مختلفة تماما جداً عن أي سنة فاتت، نور مختلفة عن أي حاجة عملتها قبل كده. سلمى أبو ضيف بنوتي مختلفة تماما عن سلمى أبو ضيف في حلاوة الدنيا، بس كنت مبسوطة إنها بنتي برضو. أيوة. الوجوه الجديده كلهم ابني شريف حافظ جميل جميل جدا. أيوة. كأن لما بقول جميل مش بس جميل قدام الكاميرا، لا ورا الكاميرا كمان. يعني لما بنيجي نشتغل مع بعض انت بتتكلمي على مباراه ده ما بيننا وما بين. طب قولي لي بقى في المسلسل، اولا انتوا منقسمين يعني في بيت هنا وبيت هنا وحاله هنا وحاله هنا، بتعملوا ايه بقى بخفه الدم جوه الاستوديو؟ لانه احيانا اكيد بتلتقوا في مشاهد الخناقه اللي كانت على السفره دي، يعني كان هنا في الغداء وهنا الغداء يعني، والمخرج الحقيقه رائع عشان ينقل التضاد اللي موجود ما بين البيتين. ما بصي، احنا لما بنشتغل ونلاقي رد الفعل، اول رد فعل بيبقى جاي لنا من الزملاء اللي موجودين، الكاميرامان وكل الناس اللي هم احنا قدام الكاميرا، كل من هو يعني ورا الكاميرا لو ضحك بنبقى احنا مطمنين ان يعني هتبقى فيها حاجه تعلق مع الجمهور. المشهد ده بالذات والمشهد الثاني اللي زينب بتقول لي فيها اي حاجه يا شريف، حاجة شريفة، أنا من امبارح للنهاردة جيراني كلهم يبصوا لي يقولوا لي يا حاجة شريفة. يا حاجة شريفة خلاص. أيوة طلعت عليكي خلاص يعني. لما بتتقابلي بقى أنت وفاء عامر في اللوكيشن برضو، كل واحدة واخدة جنب المفروض عشان تتقمصوا يعني. إحنا يعني مشاهدنا اللي جاي كمان لسه هتشوفوا في حاجات هتفاجئونا بيها. بقى هي انا مبسوطه انها يعني في تضاد ما بيني وما بين وفاء،
طبعا. انت بتقولوا ست ارستقراطيه، انما في الاخر لما تيجي تتفرجي على شريفه كويس، بس برضو ليها برضو ايه تكتها. سن مش هقول لك سن بلدي، بس سنه ما هياش ست ارستقراطيه منشيه. ابوها مش باشا ولا بي ولا حاجه. اخدتها كده بس. وفي بقى العنف، العنف اصله بيعمل بيخلي الانسان ما عندوش الرقيه لما يبقى فيه عنف، يعني اكيد بيحصل ده. وليها دهاء، الدهاء العادي بتاع المهم التس. المهم بصي، انا عارفه ان انتوا لسه بتصوروا، وانا بس هوصيكي على خالد النبوي عشان المشاهدين عايزين الراجل ده معهوش فلوس ياخد فلوسه، بس يعني ياخد اي حاجه علشان المشاهدين بيحبوا خالد، فهم عايزين ان احنا نديله الفلوس بالظبط، بس مش لما يشوفوا الاول نديله ولا ما نديلوش، هم اللي يقرروا. بس هم اللي يقرروا، شويه وقت عبال ما تقرروا نديله أكيد ولا ما نديلوش. اكيد احنا لسه النهارده هنشوف الحلقه الخامسه، واكيد لسه المسلسل ممتد. انوشكا انا بسعد بيكي دايما بكل نشاطاتك، وكل عمل بتقدميه بيكتب دايما نجاح ليكي على الشاشه. بشكرك شكرا جزيلا.